السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافتس للأعمال اليدوية والخياطة. وفي البداية إذا كنتوا أول مرة تشوفون القناة، أتمنى تضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد، وأتمنى تسعدوني بلايك وتعلقون على الفيديو إذا حبيتوا، لأن رأيكم يهمني. راح أعمل مرطب شفايف واقي ضد أشعة الشمس، حيث أن التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يسبب الجفاف والخشونة للشفتين وخاصة الشفة السفلى، وقد يسبب التعرض الكثير لأصحاب البشرة البيضاء وكبار السن خطر الإصابة بسرطان الجلد. ويمكن التقليل من هذه المخاطر باستخدام مرطبات شفايف حامية من أشعة الشمس الضارة، والمفروض استخدامه بشكل يومي وليس عند الذهاب إلى الشاطئ أو التعرض إلى الشمس. تظهر لكم مكونات المرطب على الشاشة، أنا استخدمت نصف المقدار. يوضع شمع النحل والزيوت مع بعض ما عدا الزيت العطري على حمام مائي حتى تذوب. جميع الزيوت وأكسيد الزنك وشمع النحل أطلبها من موقع أي هيرب، وممكن تلاقونها بجميع الصيدليات. فوائد زيت جوز الهند للبشرة إنه مناسب لأغلب أنواع البشرة ومرطب طبيعي، ويزيد إنتاج الكولاجين في الجلد، ويزيل الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ويزيل البقع الداكن عن البشرة، ويمنع الالتهابات. أما زبدة الشيا ترطب البشرة وتكافح شيخوخة البشرة وتعالج حب الشباب، وتساعد على التقليل الالتهابات وتنعم البشرة. وزيت الخروع يمنع التجاعيد ويقلل حب الشباب ويعزز صحة الجلد ويكافح حروق الشمس، ومضاد للأكسدة ويزيد نعومة الجلد. أما شمع النحل يعالج التهابات الجلد والصدفية والإكزيما ويرطب البشرة ويزيل حب الشباب ويعالج الشفاه الجافة والمتشققة ويقلل من علامات تمدد الجلد، وهو مضاد للالتهابات. تحتوي مرطبات الشفاه التي نشتريها من المحلات على مواد كيميائية، ومن هذه المواد الكيميائية الموجودة بشكل شائع هو مركب البارابين والعطور الاصطناعية والكحول. ويدخل مرطب الشفاه إلى أفواهنا بشكل طبيعي عند طريق لحس الشفايف، لذلك من المهم معرفة مكونات المرطبات أو أننا نصنعها بأنفسنا. وهذا المرطب آمن حتى عند استخدامه للأطفال، وممكن عمل هذا المرطب لنفسك أو تهدينه لخواتك أو صديقاتك أو تعملين فيه مشروع من المنزل، لأن أغلب الناس صارت تتجه للأشياء الطبيعية. ومدة حفظه من شهرين إلى 3 شهور في مكان معتدل الحرارة أو بارد، وذلك بسبب عدم احتوائه على مواد حافظة. أكسيد الزنك هو مركب معدني غير عضوي على شكل مسحوق أبيض لا يذوب في الماء، ويستخدم على نطاق واسع لعلاج العديد من الأمراض الجلدية، ويدخل في تحضير بعض المنتجات الطبية مثل مرهم طفح الحفائض والمراهم المطهرة، وهو مزيل للروائح ومضاد للجراثيم. وأكسيد الزنك لا يمتص الجلد، لذا يشكل طبقة عازلة تمنع وصول الرطوبة إلى الجلد. ويعد أكسيد الزنك من العناصر الهامة للبشرة، حيث أنه يحميها من الأضرار الخارجية ويحافظ على نظارتها وتوهجها وحمايتها من أشعة الشمس، لأنه يعمل كمضاد للأكسدة، ويدخل في تركيب العديد من أنواع مضادات الشمس حيث يمنع وصول الشمس إلى الجلد، ويعالج حب الشباب ويقاوم الفيروسات والبكتيريا التي تسبب ظهور حب الشباب، ويعالج أمراض الجلد ويساعد على التئام الجروح وعلاج تقرحات الجلد. أما أفضل مصادر الزنك الطبيعية الفاصوليا واللحوم والمكسرات والأسماك والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان. أخذت أكسيد الزنك من موقع آي هيرب وموجود في أمازون وفي أنواع كثيرة من الشركات. أضفت الزيت العطري اللافندر أو الخزامة إلى مرطب الشفايف، حيث يساعد على محاربة حب الشباب ويساهم في علاج الإكزيما ويساعد على علاج مشكلة حروق الشمس ويجدد خلايا الجلد ويساعد على علاج الآثار التي يتركها لدغات الحشرات على البشرة. ممكن استخدام أصابع الروج القديمة أو علب صغيرة. استخدمت أنا أصابع أو أنابيب طلبتها من موقع علي إكسبرس.
إذا جمد معاكم المرطب قبل ما تصبونه في الأنابيب تقدرون تذوبونه من جديد في الحمام المائي، وبعد صبها في الأنابيب تدخل الثلاجة مدة ساعة حتى تجمد. بالنسبة لتغليف المنتج تقدرون تستخدمون أي أوراق ملونة تلاقونها في المكتبة، أو تطبعون اسم المنتج عن طريق الكمبيوتر تطبعونه. وإذا كان المنتج للإهداء أو للتجارة لا تنسون تكتبون عليه مدة الاستخدام ومكوناته ومدة استخدامه من 2 إلى 3 شهور في مكان بارد. شاكرة لكم حبايبي على المشاهدة، وأتمنى ما تنسون اللايك وإضافة القناة.